وإلى جولة الصحافة اليوم مع ولاء. يسعد صباحك اليوم صباح وكل الخير. يوم وكل يوم يسعد صباحك أيهم صباحك روان. اليوم وكل يوم نوجه تحية كتير كبيرة للزميل حسام ونقول له ناطريناك واشتقنا لك وحلك بقى تطلع يا حسام يسعد صباحكم وصباح الخير مشاهدينا وما كنتم عم تحضرونا بجولة للصحافة لليوم. البداية من موقع تلفزيون سوريا، كشف رئيس جمعية المولدين النسائيين والأستاذ في كلية الطب البشري بجامعة دمشق مروان الحلبي عن تراجع أعداد الولادات في مناطق سيطرة النظام السوري إلى النصف بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع التكاليف. وقال الحلبي لموقع أثر بريس المقرب من النظام إن نسبة الولادات كانت قبل عام 2010 تصل إلى 550 ألف ولادة سنويا، وهي آخر إحصائية أجرتها الجمعية، مضيفا أن عدد الولادات يتناقص إلى النصف بسبب الظروف الحالية. وأوضح أن الناس حاليا تؤجل الحمل والولادة نظرا للظروف الاقتصادية السيئة، بالإضافة إلى سفر الشباب وهجرتهم الذي لعب دورا كبيرا في تقليص عدد الولادات، ناهيك عن تكاليف الحمل والولادة ومصاريف الأطفال التي باتت غالية جدا. صار الواحد بده يفكر ألف مرة يمكن قبل ما يقدم على فكرة الإنجاب، يعني الظروف الاقتصادية الحالة تكفي. هلا هي تحتم بأية المادة عم بيقولوا هذا ما نو توعية وتحديد نسل وتقليص الأسرة، لأنه نحن عم نحكي عن عدد قليل أصلاً بسوريا اللي فقدتهم سوريا، اللي استشهدوا واللي هاجروا فقدت كثير من شبابها. فعادة بهيك أزمات بتزيد الولادات، ولكن في مناطق سيطرة النظام تنقص للنصف. نحن عم نحكي عدد كتير كبير، وفعلا صاروا الشباب اليوم اللي بيتزوجوا دوبهم تزوجوا، فالتفكير بطفل عم بيكون بده حسابات دقيقة كتير كبير. أكيد بده حسابات دقيقة، إن كان للولادة إن كان للديارة، الاحتياجات اللي بيحتاجها، تأمين المستقبل يمكن تماماً. شو رح يكون مستقبله بعد فترة تماما. وللأسف كمان يعني هو واقع، بس الشباب جوا عم يشوفوا إنه المستقبل شوي أسود، فهن ما هم مضطرين يجيبوا أطفال. تأكيدا على هذا الحكي، الخبر القادم بيأكد ليه الحق مع أنه يفكروا بإنجاب الطفل أكثر من مرة، وحتى أحياناً كثير عم يكتفوا بطفل واحد، عم يحققوا الأبوة والأمومة من خلال طفل، وعم بيكون هذا هو. ما عاد في الأرقام قبل 3 و4 و5 وهي الأرقام الكبيرة. في موقعنا أيضاً بدأت ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة بين المراهقين والشباب بالتنامي في مخيم الحسينية في ريف دمشق، حيث أصبحت متاحة للجميع هناك بسبب سعرها المنخفض. وقالت مجموعة العمل من أجل الفلسطينية سوريا إن سعر علبة الحبوب المخدرة من نوع بوغبالين باتت تباع بسعر 5000 ليرة سورية، وهو ما أسهم بإدمان العشرات من الشبان المراهقين في المرحلة الثانوية وبعض طلاب المدارس الإعدادية. وتفشت ظاهرة المخدرات في معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري بين فئات الشباب والأطفال، خاصة خلال العام الماضي وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم مبالاة بعض العائلات، الأمر الذي يهدد حياة ومستقبل هؤلاء الشباب. 100% يعني كنا نسمع عن جد بهذا الموضوع، ولكن نحن بنعرف انه في اماكن معينه، بنعرف انه في قيود اساسا كان على هذا الموضوع، وكان في غض النظر عن البعض الاخر. المؤسف والمخيف اليوم حتى بين طلاب الجامعه كمان كنا نلاحظه، ولكن اليوم عم نشوف بالمدارس لاعمار كثير صغيره اطفال عم بصير، صحيح عم بصير كثير منتشر ومن دون اي وعي لا من قبل الاهل ولا حتى في محاسبات امنيه ولا في رقابه اساسا على الموضوع. 5000 هو معظم التحقيقات اللي صارت عن المخدرات بسوريا، النظام المستفيد الأول، الأجهزة أكيد. الأمنية هي المستفيدة بشكل رئيسي من بيع هذه المخدرات، لا السوق المحلية. نحن دائما نأخذ أخبار من اللاذقية، من حمص، وأيضا من دمشق. عم نحكي ب5000 ليرة ممكن تكون مصروف شخصي اليوم. تحديدا هذا الدواء يستخدم للبوغبالين، يستخدم لمرضى الصرع، فهو بخفف نبضات الكهرباء بالدماغ، بيخليك شوي أروى ينتشي، بس عم ياخذوه بكميات كبيرة، وهذا الدواء إيقافه بشكل مفاجئ ممكن يسبب علل دائمة أعراض جانبية، أعراض جانبية وعلل انسحابية.
وفي لازم ننبه لنقطة، ولأنه في أيضا منتشر بعض المواد اللي بتعطي طاقة خاصة طلاب قبل الامتحانات، وهلا يمكن موسم امتحانات بيقول لك خذي هالحبة بتصير تطبقي أنت 24 ساعة وبتقدري تنجزي أكثر. هو صحيح يمكن هيك هو مفعوله، ولكن الأعراض اللي بس توقفه كتير قوية وبيعمل إدمان كتير قوي وبيدمر بعض الخلايا أكيد. بالدماغ، فلازم أكيد. ننتبه من هيدا ومن ما عمر صغير أو كذا خذ هالحبة. بعدين أي منشطات نحن بنعرف حتى اللي كانت تم الترويج إلى اللي بياخدوها قبل التمارين الرياضية كمان عم تعمل جلطات وسكتات مفاجئة لبعض الرياضيين، فما بالك يعني نحن عم نحكي على أطفال وعيار أكبر. نحن عم نحكي عن أطفال يعني بالمدارس، إنه نحن عم نحذر من السكر، يعني عم نقول لهم خففوا السكر يا شباب، وفي أطفال عم ياخذوا حبوب مخدرة، مثل ما حكينا للأسف ما في أي رقابة، بالعكس مستفيدين من هذا الموضوع، وكثير مهم هلا يكون الرقابة ذاتية من العائلات. أكيد. التواصل مع الأطفال مو حبسهم أو مراقبتهم فقط، التواصل معهم توعيتهم بشكل إيجابي ربما هي طوق النجاة الوحيد أمام الأهالي اليوم حتى ما تنتشر هي الظاهرة أكثر وأكثر، ونخسر أكثر ما خسرنا من شبابنا. ضمن أخبار الموقع، سجل أكثر من 478 مخيم في أرياف حلب وإدلب شمال غربي سوريا انتشارا كبيرا للأمراض الجلدية بين النازحين، وهو ما يعادل 29% من إجمالي عدد المخيمات في المنطقة. وقال فريق منسقو استجابة سوريا الأمس الأحد إن هذه المخيمات شهدت انتشار ما لا يقل عن 9 أنواع من الأمراض الجلدية، فضلا عن انتشار الحالات المرضية النادرة بين النازحين. واعتبر الفريق أن المخيمات بيئة حاضنة لانتشار أي مرض بين النازحين بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير، فضلا عن إهمال المنظمات والوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه الأهالي النازحون. بالفعل صار في أمراض يمكن نحن من سنين ما سمعنا عنها ولا كان بيخطر على بالنا أنها ترجع تنتشر، مثل هلا ولليوم عم نعاني من موضوع الكوليرا واللي صار يمكن ممتلئ المشافي فيه، وما في حالات يمكن إسعافية أو حتى علاجية للموضوع، ما في بتر للمشكلة الأساسية. هلا اللقاحات وصلت على الشمال بالنسبة للكوليرا، نتمنى أنه تكون كافية. الأمراض الجلدية سوءها بأنها تنتشر بسرعة طبعاً. ما في فواصل، ما فيك تعزلي حدا بقلب خيمة أو الجرب ينتشر بسرعة كبيرة. حبة حلب أو اللاشمانيا بسبب وجود الصرف الصحي منتشرة، يعني في كتير أمراض وحساسيات كتيرة، إن كان بالصيف من شدة الحرارة بيصير في تهيج وتعرق بالجلد، بالشتاء نفس الشيء، هذا الهواء البارد بيؤدي لنشفان الجلد وايضا ظهور امراض جلديه. وبنرجع بنكرر انه نحن صرنا بهي الازمه، أزمة المخيمات تحديدا، ما يقارب 10 سنوات، فانه يجب ان يكون هناك حلول دائمه. اكيد ما بدنا نكرس فكره المخيم وفكره الخيمه، كل حدا بده يرجع على مكانه، ولكن بهي الظروف دائما يعني هي المعاناه اليوميه للناس هناك لا تقل اثرا عن الاكل والشرب والتعليم، لانه اذا الواحد طرسه ناموسه ممكن يضل يومين، المرض اخطر اكيد، ممكن يضل يومين متكدر، او حتى لو عنده حساسيه او طفح ممكن تزعجه، فما بالكم عن اعداد كبيره جدا ضمن المخيمات. 29% رقم ابدا ما انه قليل، فبنتمنى انه يكون في توجه هيك دقيق لحل مشكلة الصرف الصحي وتأمين مياه نظيفة لهدول الناس. وصلنا للنظافة يمكن تماماً. والأهم حالياً بظل انتشار هذه الأمور أكيد. ودائماً منعلق على قصة كرتونات المساعدة، أنه يكون فيها معجون أسنان، أنه يكون فيها صابون، أنه يكون فيها، لأنه كمان هدول من أساسيات الحياة أكيد. هدول ما لهم شيء ثانوي أبداً. في صحيفة عنب بلدي المحلية كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان عن اختطاف عشرات الأطفال من طالبي اللجوء من قبل عصابات في فندق تديره وزارة الداخلية البريطانية في أسلوب يبدو متكرراً على الساحل الجنوبي في بريطانيا. ونقل التحقيق عن أحد المبلغين عن المخالفات ويعمل مقاولاً في
قاولا في الوزارة أن الأطفال جرى اختطافهم من الشارع خارج فندق في مدينة بريتون جنوب شرق بريطانيا ووضعهم في سيارات. وذكرت الغارديان أن وزارة الداخلية تبين أنها تلقت التحذيرات المتكررة بهذا الشأن من قبل الشرطة التي بينت أن الأطفال من طالبي اللجوء في الفندق والذين وصلوا مؤخرا إلى بريطانيا بلا آباء أو أمهات يمكن أن يتعرضوا للاستهداف من قبل الشبكات الإجرامية. وخلال عام ونصف نزل في الفندق نحو 600 طفل من دون ذويهم، وجرى الإبلاغ عن فقدان 136 طفل، أكثر من نصفهم أي ما يقارب 79 ما يزالون في عداد المفقودين. خبر صادم أكيد، يعني عدد كبير، عدد كبير. تجارة يعني مخيفة. ما بنعرف شو مصيرهم أساساً، شو رح يتم الإتجار فيهم ولا عمالتهم. وبريطانيا وهي بريطانيا أنها ربما أخفقت في ملف اللجوء. نحن عم نحكي عن 600 حياة، 600 طفل وراهم 600 عيلة، وراهم 600 عيلة، 600 أمل، وربما أخفقت في نظام استقبال طلبات اللجوء للقاصرين. ليست بريطانيا فقط، عندنا أخبار كانت تجي من ألمانيا، تجي من كثير دول أوروبية لسوء معاملة هؤلاء الأطفال واستغلالهم إن كان دينياً أو خطف عم بيصير. بالنهاية هن لحالهم، يعني ولا طفل قادر أنه يحمي حاله. فالتحقيق فعلاً صادم وفعلاً رقم كتير كبير، وأيضاً يكرس ويؤكد لماذا كثير من السوريين والسوريات اليوم لا ينجبون الأطفال. يعني في تخوفات صارت على المدى البعيد حتى أكيد. مو بس بسبب الظرف، عدم الاستقرار في كل مكان. تماما، هذا هو. في موقع الجزيرة نت، اتفقت ألمانيا وفرنسا أمس الأحد على تسيير دوريات حدودية مشتركة قريبا لمراقبة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية. وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع وزاري مشترك في باريس لحكومتي البلدين. ونص الاتفاق على إنشاء وحدة خدمة ألمانية فرنسية مختصة بمراقبة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق تثبت جنسياتهم، وكذلك في عمليات المراقبة الحدودية المشتركة. بنفس السياق طبعاً قادرين أنهم يعملوا وحدات لمراقبة المهاجرين على الحدود، وأيضاً بس ما قادرين يحموهم، ما قادرين يحموهم تماماً. يعني هذا تعميم كتير كبير، نحن أكيد ما رح نفوت فيه أنه ما قادرين يحموهم بالمجمل، بس طالما في طاقات تصرف على قصة المهاجرين فتكون صح. في ناس عم تنام بفرنسا شهور طويلة بالشوارع، وأيضا بهولندا، وربما من حقهم كلياتهم أنه يحظوا بالحياة اللي حلموا فيها واللي تركوا كل مستقبلهم كرمالها. إلى رصيف 22 كتبت لما طيارة: لماذا تعلق حاتم علي بفلسطين؟ وما سر نجاح تغريبته الفلسطينية؟ فقد استوقفته القضية الفلسطينية وربما كانت تمثل جزءا من حياته، وخاصة في مراحل طفولته المبكرة حين نزح من الجولان إلى دمشق، تحديدا مخيم اليرموك. وكان حينذاك وحتى وقت قريب جدا حيا سكنيا مكتظا باللاجئين الفلسطينيين، فاختلط بأقرانه من الأطفال ودرس في مدارسهم فعرف كل تفاصيل حياتهم وظروفهم. ونقلت المادة قولا لحاتم علي يقول فيه: إنه لطالما انتابني رغبة في عمل شيء عن القضية الفلسطينية قبل التغريبة، لكن هذا الأمر لم يكن قراري وحدي، ولو لم يشأ الظرف ورغبة المؤلف ورغبتي مجتمعة مع حماسة وجنون منتج بلحظة ما، لما كان ممكنا إنجاز هذا العمل الذي تميز برد النكبة ليس فقط إلى مشروع استعماري خارجي، وإنما أيضا إلى أسباب ذاتية خاصة كانت في المجتمع الفلسطيني نفسه. هلا أبدع هو بصراحة بالتغريب الفلسطيني، وكان قريب جدا من الواقع، ولكن القضية الفلسطينية بشكل عام كانت حاضرة بحياتنا جميعا بكل تفصيل بحياتنا، كان في المدرسة ولا كان على نشرات الأخبار. يعني هلا أنا شوي عم برجع أحضر مسلسلات قديمة، أي تلفزيون بيكون مفتوح بيكون في حديث عن القضية أكيد. الفلسطينية، بس في تمييز لأبناء الجولان والفلسطينيين وتقارب دائما أكيد. موجود، لأن أول شيء الجولان هو على الحدود مشابهة. أيضا على الحدود، يعني أهالي الجولان كانوا يتسوقوا من فلسطين مثل ما ينزلوا يتسوقوا من دمشق، ففي رابط تاريخي بينهم. وفي فترة من الفترات كنا 67 وال 48، يعني خلينا نقول ضحايا 67 وضحايا 48، هذا الهم الواحد والتاريخ المشترك
خلى الفلسطينيين والنازحين كما يسموا في دمشق كتير قراب من بعض. أيضا المناطق اللي لجأ لإلها الفلسطيني ونزح إليها السوري من الجولان مشتركة، يعني في بدمشق تحديدا حسب بما أنه بعرف المنطقة مساكن برزة، الحجر الأسود، مخيم اليرموكية، مناطق للاجئين السوريين وللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. هذا الشيء فعلا عجن القضيتين ببعض وخلانا نشوف شيء مثل التغريبة. وبالمادة في لقطة ذكية أنه فعلا استطاع حاتم علي والمؤلف أيضا وليد سيف أنه يقولوا لنا أنه لما يكون في امرأة معنفة ضمن المجتمع، لما يكون في صراع على السلطة ضمن المجتمع، هذا مدخل لاستعمار. هذا ما ميز التغريبة الفلسطينية، أنه كان جدا واقعي واجتماعي، ما أجى مثل باقي الأعمال وقال لك نحن في عنا محتل وهو السبب بكل شيء، لا نحن عنا مشاكلنا الداخلية يلي ضوى عليها المسلسل. خلوني اسكت لهون، انا ضل عم بحكي عن التغريبه شي خمس ايام وعن خاتم علي. شكرا لك روان، وشكرا لك ايهم، وشكرا لكم مشاهدينا، القاكم غدا.